تاش تقول العراقي؟ واش الحليب حاسبو حيوان؟ كثير من الحلقات ديال البرنامج ديالنا اللي كنتكلموا على مواد غذائيه كنتكلموا على البروتينات. اذا الموضوع ديالنا اليوم البروتينات نباتيه او حيوانيه. متفق معكم بجوج مهمين للذات ديالنا وما خصناش نبقاو غير مع البروتينات الحيوانيه ولا غير مع البروتينات النباتيه. شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ كيفاش؟ ايه مهم البروتينات النباتيه ومهم البروتينات الحيوانيه. كيفاش الفرق ما بيناتهم؟ البروتينات اللي كاينه في اللحم غتعطينا احماض مهمه للذات ديالنا. البروتينات اللي كاينه في النبات حتى هي غتعطينا احماض مهمه للذات ديالنا. غير هو الفرق ان في اللحم غتعطينا واحد المجموعه كبيره ديال الاحماض مثلا تقريبا 100، والبروتينات النباتيه غتعطينا يلاه واحد جوج حتى ثلاثه ديال الاحماض. ولكن ماشي حيت 100 راه مزيان احسن من ثلاثه، هذا خطا. بجوج مهمين للذات ديالنا باش تكون الماكله متوازنه. نتكلموا دابا على الذات ديالنا. هادشي علاش اختارنا هذا الموضوع ديال البروتينات. الذات ديالنا كتحتاج يوميا ما بين 60 حتى 70 غرام ديال البروتينات. بالنسبه للناس اللي ما كيتحركوش بزاف 60 غرام، بالنسبه للناس اللي كيتحركوا بزاف خاصهم 70 غرام ديال البروتينات. غير هو خصنا نعرفوا بان غرام ديال البروتينات غتعطينا 4 كيلو كالوري. مثلا 70 غرام ديال البروتين غتعطينا 280 كيلو كالوري. اذا ولا بدا نتحرك باش نحرقها. وما ننساش ماشي هي بوحدها اللي كناكل، غناكل معها خضار فواكه الى اخره، اذا غادي نزيد الكيلو كالوريات. هادشي علاش تكلمنا على الناس اللي كيتحركوا. نتكلموا على حاجه مهمه الموضوع ديالنا اليوم البروتينات، وفرقنا ما بين البروتينات النباتيه والحيوانيه. هو ان غرام ديال البروتين غتعطينا 4 كيلو كالوري. اذا ولا بدا خصني نحرقها. مثلا الذات ديالنا كتحتاج ما بين 60 حتى 70 غرام ديال البروتين. اذا الا خدينا 70 غرام هي 280 كيلو كالوري، بلا ما نتكلم على الفواكه والخضر اللي غناكل مع داك البروتينات. اذا هنايا غادي نفوت 350 كيلو كالوري. ومهم بزاف نحرق الكالوريات باش هكا ما نغلاش كيف كنقولوا. المهم البروتينات النباتيه والحيوانيه طبيعيه. نتكلموا دابا على حاجه مهمه بالنسبه للناس اللي كيديروا الرياضه، واكثريه الرياضه ديال كمال الجسم كياخذوا بروتينات اللي كيقولوا عليها طبيه، ولكن هي بروتينات غادي نتكلموا عليها اندستريال، يعني ديال الصناعه. هنا راه خاصنا نعرفوا مزيان شنو كنشريو شنو كناكلوا، ومهم بزاف نتكلموا مع الطبيب ديالنا وهو يشرح لينا ويرشدنا. وهذا الشيء كله اللي قلته راه غير باش تهلك كيفاش تعطلت شويه بلا ما تهلك.